يا اهلا وسهلا بكم وباجواء اسطنبول الشتويه والثلجيه. اليوم احنا العاصفه ولا هدئت، فننقل لكم شويه اجواء من انكسر الشجره او انا ودا اتكلم وياكم. انكسرت واحده من الاشجار، ما تحملت الثلج. هذا هو الجو حاليا، ثلج بكثافة. الناس كلها طالعة لتتونس لأنه فرصة حتى يوثقون اللحظات مثلنا. الأجواء مثل ما تشوفوها ثلج ثلج بكل مكان، الناس كلها طالعة. هاي طبعا الناس، احنا هذا الشارع اللي يشوف فيه السيارات بس ماكو سيارة دا تمشي، فالناس كلها طالعة. طبعاً أهل إسطنبول أهل كيف معروفين. البارحة الساعة 12 بالليل بهذه الكافتيريا مقابل البيت، الناس كلها بهالبرد هذا قاعدة برا، ما يفوتون جوا، قاعدين متونسين بهذه الأجواء. هذا البارك الثاني بالمنطقة مثل ما تشوفون، طبعاً جايتنا قرقوعة. لا تخافين، على كيف لا تخافين. ها تريدين الثلج كل السنة هيك ليلي؟ تريدين دائما ثلج؟ ليلي طبعا ما تنشاف من كمية الهدوم اللي لابستها. يونس راح ويا أصدقائه يلعبون، لا ما الثلج ولا يطلعون، قاعدين على لأن عندهم عطلة. لدينا لاعب ساقط على الأرض. احنا حاليا بنمشي بوسط الشارع، الناس توقفت طبعا، الطرق سدوها للخارجية. طبعا احنا عندنا اصلا عطلة نص السنة، فالناس قاعدة ماكو مشكلة. خلينا نشوف هنا هذا الطرف، طبعا حتى كبار بالعمر طالعين. طبعا الواحد لازم يكون حذر بهاي الاجواء. هذا حال شعري صار بي. طلعت اصور بالتليفون لانه ما اقدر اصور بهاي الاجواء، الكاميرا اذا صار عليها مي فاحتمال الصوت ما يكون كلش واضح. ان شاء الله يصير واضح لانه هدوء اكو بالمنطقة، فقلت لازم اوثق لكم. الاجواء كلش حلوة، حلو الثلج لفترة معينة يومين ثلاثة وبعدين الواحد يضوج، يريد يمشي براحته، يتسوق براحته لانه شوية مزعج. يعني هو صراحة حقيقة يعني بس اول كم يوم تفرحهم بي. الله يساعد الناس اللي عايشة بهيج دائما اجواء. هذا يونس، لقيت اصدقائك؟ لا لسه ما طلعوا. بعد وين كنت؟ شلدان تضربوه. هاي صار بحالك؟ ما شو من سطح هو فد علي؟ يا وهذا مبلش كله. لا
مدى الرؤية جدا جدا قليل، ما أعرف إذا تشوفوه ولا لا، يعني هاي قدامنا مش شوفه. طبعا منعوا السفن والعبارات إنه تعبر بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني يعني مستوى الرؤية. هذه مدرسة يونس. هنا للأجواء، أكو ناس مشغلين أغاني وقاعدة ترقص. السنة هذه الأتراك عالقينها. من هذه الأجواء الباردة والقارصة ننهي إياكم هذا الفيديو القصير عن الأجواء الشتوية. حنروح للبيت ندفئ لأن البلد مو طبيعي. مع السلامة.